ما رأيك بمهنة في مجال النقل الجوي؟ ربان، مضيفون طيران، فكر مجدداً. السماء هي الحدود، محترفون من كل الاختصاصات سيجدون وظيفة أحلامهم هنا. خلال 20 عاماً ستحتاج أسواق الشرق الأوسط حوالي 55,000 ربان، 62,000 تقني والعديد من الاختصاصيين. إذن السماء هي الحدود، كيف لي أن أخطو خطوتي الأولى في هذا المجال؟ لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا eyh-injaz.org. إنجاز العرب، وسع أفاقك.